هنبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من خبر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية علشان يتم تعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع التكنولوجيا المعلومات. طبعا ده كان في اجتماع سيادة الرئيس السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، واللي فيه كمان كان في متابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التوجيه بسرعة لانتهاء منها على مستوى تكنولوجي. كمان في توجيه مهم جدا بالتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية. تفاصيل أكتر هنعرفها عن هذا الموضوع من ضيفنا معانا على الهاتف المهندس وليد الإنجباوي المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات. صباح الورد يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن مبادره اشبال مصر الرقميه واهميتها ويعني اهميه وجودها في هذا الوقت يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا مبادره اشبال مصر الرقميه هي مبادره رئاسيه بالدرجه الاولى، تم يعني سياده الرئيس اطلقها في مايو 22 وبداناها في وزاره الاتصالات في 12 مايو. بدأنا التسجيل على الموقع dc.gov.eg. المبادرة بتستهدف أولادنا وبناتنا من بداية الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي. المفروض أن المبادرة إن شاء الله هتبدأ في أكتوبر وهتمتد لمدة 7 شهور، طبعا فيما عدا الأشهر أجازة نص السنة أو نهاية العام علشان ما نعطلش أولادنا وبناتنا عن الدراسة أو عن الامتحانات. طبعا تقدم للمبادرة دي في بداية التسجيل أكثر يمكن من 20,000 في جميع أنحاء الجمهورية. تقدم ليها من جميع المدارس، جميع أنواع المدارس، مدارس الحكومية والخاصة والدولية والتجريبية. تقدم من 27 محافظة، يعني احنا عندنا فعلا تسجيلات من جميع المحافظات في أنحاء الجمهورية، طبعا بنين وبنات. راجعنا الطلبات بتاعتهم، ده يمكن تم بعد ما أغلقنا باب التسجيل في يونيو، وبعد كده نفذنا اختبارات القبول بالتعاون طبعا مع وزارة التعليم العالي في الجامعات المصرية في مراكز الاختبار في هذه الجامعات في المحافظات. يمكن اختبر حوالي أكثر من 15,000 طالب وطالبة، واحنا حاليا في سبيل ان احنا نخرج طبعا النتيجة للمقبولين علشان يبدأوا ان شاء الله معانا في اكتوبر. طيب يا فندم، لو نعرف اكتر عن مراكز ابداع مصر الرقمية واهميتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا مراكز ابداع مصر هي يعني منشأة بغرض تواجدها في المحافظات لجذب المبدعين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات في هذه المحافظات، عشان ما تبقاش بس حكر على محافظة القاهرة، ويبقى موجود دايما المراكز دي بتحتضن الولاد دول في سن الشباب، يبدأوا يتحاوروا مع المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في هذه المجالات، يبدأوا يعملوا زي ورش عمل ويبدأوا يعملوا تدريبات متخصصة بحيث انها تفيدهم في مجال عملهم او في مجال دراستهم. يمكن في ناس في هذه المرحلة العمرية في مرحلة الجامعة برضو بيبدأوا يشتركوا في هذه البرامج الموجودة في مراكز إبداع مصر. وطبعا في زي ما حضرتك تفضلتي قلتي في توسع كبير جدا في جميع المحافظات، احنا الوزارة تزود هذه المراكز في باقي المحافظات. يعني باشمهندس وليد، يعني الحوافز الخاصة لهذه المبادرة، يعني كل ما برضو هو من دعم من سيادة الرئيس، وعلاقة كمان التحول الرقمي بالتنمية، يعني هذه الحوافز بتنم انه في توجه واضح من الدولة للتحول الرقمي. يعني الارتباط اللي ما بين التحول الرقمي وبين عملية التنمية لأي مدى مهم، وازاي احنا شغالين عليه يا فندم؟ مهم جدا طبعا لحضرتك تفضلت بيه وقلته، لانه يعني احنا مش عايزين الجيل الجديد يبقى طالع بس بيستخدم التكنولوجيا اللي موجودة وما بيقدرش يبقى عارف هي منشأة بأي وسيلة أو أي أدوات،
ويطوعها لخدمة المجتمع وخدمة التنمية المستدامة اللي دايما سيادة الرئيس بينادي بيها، وجميع وزارات الدولة بتتحول نحو هذا التحول الرقمي. طبعا الحوافز مهمة جدا، علشان اي حد بيتطلع لاي حاجه جديده فبيبقى خايف منها، بيبقى مش عارف ممكن يكمل او لا، ممكن يقدر يحقق نجاح ولا لا. فبالتالي اولادنا من هذه الفئه العمريه من 12 سنه ل 17 سنه مهم جدا ان احنا نحفزهم ونقول لهم ان المبادره دي معموله ليكم، مش هتعطلكم عن دراستكم، بل بالعكس دي هتساعدك ان انت تنمي قدراتك التكنولوجيه وكمان الحياتيه، لانه مش بياخد بس مهارات تكنولوجيه، ده بياخد مهارات حياتيه ممكن تنفعه في حياته وفي دراسته، وكمان بتحطه على الطريق الصح ان هو يعني انا الادوات دي هستخدمها ممكن في مجالات مختلفه، مش لازم. ناس كتير بتسال طب هو انا عشان هندرب الولاد على اشبال مصر الرقميه يبقى هيطلعوا كلهم يبقوا مهندسين في هذا المجال؟ لا طبعا، الاجابه انه مجال تكنولوجيا المعلومات موجود في جميع مناحي الحياه، موجود في الطب، موجود في الادب، موجود في الفنون، كل سوق العمل كله بيتطلب يعني هذه المهارات يعني. مظبوط يا فندم. وبالتالي احنا يعني توجيه سيادة الرئيس ومعالي الوزير ان احنا لازم نحفز الولاد دي ان هم يكملوا، لان المنحة طبعا او المبادرة موجودة يمكن 5 سنوات، اللي هيبدأ من صف اولى اعدادي لحد تانية ثانوي وممكن يقعد معانا 5 سنوات، فايه اللي هيخليه يستمر غير انه هيلاقي حاجة بتحفزه دايما؟ يعني بياخد شهادات معتمدة من الوزارة، بياخد هدايا عينية، في مسابقات دولية بيشارك فيها. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس وليد الانجباوي المدير التنفيذي لمبادرة أجبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات.